فيما يتعلق بحادثة الحرائق في ميناء معشور أيضا سيد ياسين في الأحواز، كيف ترى هذه الحادثة اليوم في ظل الأجواء التي تعيشها إيران بشكل كامل؟ نعم، الحادث لحد الآن يعني لها بشكل يعني لم توصل تقارير واضحة وشفافة من الحادث، وممكن أن يكون هناك أيضا هذه الحرائق مفتعلة لضرب الثورة، لضرب أو لتصفية شخصيات، وقائمة من الشخصيات لديهم أكيد النظام الآن أصبح باعتقالات واسعة وربطهم بهذه العملية. والأمور هذه يعني ليس لأول مرة أن تتكرر، يعني فحدث ما سبق أيضا، فاعتقل النظام أعداد كبيرة من المواطنين، أعداد كبيرة من المناضلين، أعداد كبيرة من السجناء الذين تم إخراجهم بكفالات باهظة. الآن الكثير من الأحوازيين خرجوا من السجون والمعتقلات في السنوات الأخيرة بكفالات باهظة، وهذه إحدى خطط ومخططات النظام الإيراني الإجرامي الإيراني لتهجير الأحوازيين. عندما يكونوا تحت ضغط وعندما يكون هناك كفالات مالية باهظة فمجبر الأحوازي أن يترك الأحواز ويخرج أما إلى مدن أخرى، أما يطلع من الأحواز، أو أنه يهاجر إلى خارج البلد. فلذلك بالنسبة للأحواز للنظام الإيراني أساساً في أرض محروقة.